into? يلا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم حناخد محاضرة الـ Gene Structure, Organization and Genomes. طيب شوفوا عشان أكون واضحة معكم من البداية, المحاضرة هذه الفهم فيها مهم تمام, لكن الحفظ مرة مرة مهم. يعني هتلاقوا أشياء تجيكم نصا زي ما هي, فأنا حفهمكم هي عشان يسهل عليكم حفظها تمام. طيب عشان نمشي مع بعض, أنا في البداية هشرح لكم يعني ما راح أمشي على ترتيب المحاضرة للأمانة, هشرح لكم في البداية هشرح لكم في البداية الجيناتيك كودون إيش يعني, أو الجين أو الجيناتيك كود تمام. بعد كده هتكلم عن الجين ستراكشر, نشوف البارتس حقت الجين يعني ايش البارتس الموجودة فيه وكل بارت ايش الفانكشن حقه. بعد كده هناخد التايبز اوف جين, وحناخد ايش يعني جينومز, وحبدأ اسألكم اسئلة مرة مهمة واشوف اذا عندكم اسئلة تمام. طيب نبدأ بالجيناتيك كودون او الجيناتيك كود. طيب انتوا اخذتوا الجين اكسبريشن, أخذتوا معنى الجين اكسبريشن صح؟ لو تقدروا تكتبوا لي في الشات. يا جماعة انتم معاي ولا لا؟ طيب عادي اعملوا انميوت او اتكلموا. طيب عشان الوقت طيب الجين اكسبريشن احنا قلنا انه احنا يكون عندنا دي ان اي يحصل له ترانسكريبشن, عملية نسخ ترانسكريبشن تمام, يعطينا ار ان اي. وبعد كده الار ان اي يحصل له ترانسليشن يعطينا بروتين. طيب فأكيد أنتوا كلكم بتتساءلوا كيف سيكونس على الـ RNA, يعني كيف بيزز يعني مثلا أدينين سيتوسين جوانين أدينين يوراسيل, كيف هذه تتحول لبروتين, كيف المنتج النهائي كيف من مجرد سيكونس على الـ RNA تعطينا بروتين. فهذا عن طريق حاجة اسمها الجيناتيك كود تمام, إنه كل 3 bases يعني أدينين سيتوسين جوانين تسمى كودون تمام, وكل كودون يترجم إلى 1 أمينو أسيد. ركزوا معايا, كل كودون يترجم إلى كم؟ 1 أمينو أسيد only. بمعنى أنتوا حتاخذوا translation بالتفصيل لكن أنا بفهمكم هي, بمعنى يجي الإنزيم تمام, يجي الإنزيم يمشي 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 يقرأ الكود يقول أوكي هذا حق مثلا أمينو أسيد مثلا فالين, يقوم يجيبه ويحطه هنا. بعد كده يمشي يمشي ويقرأ مثلا هنا الكودون هذا, يقول مثلا هذا حق مثلا أمينو أسيد أرجينين, يجيبه ويحطه هنا, وهكذا يكمل إليه يطلع عندنا البروتين. واضح ولا ضعته ولا في حاجة ما هي واضحة؟ يا جماعة اعملوا انميوت اي حاجة اي تفاعل, ردوا لي على الشات عشان بس اتأكد انكم معايا. الو انتوا سامعين؟ احنا سامعينك كويس ندى, ريماس بتتكلم. اوكي ما فهمت, ممكن تعيدي؟ عيد. طيب مو مشكلة. طيب يا ريماس انتو اخدتوا الجين اكسبريشن, اخدتوا ايش يعني جين اكسبريشن اول شيء؟
مش فاكر. طيب تمام. طيب سيبوكم دحين من الجين اكسبريشن. انا عندي حاجه اسمها كودون. ايش يعني كودون؟ كل 3 بيزيس. ايش هي البيزيس؟ احنا عندنا 4 بيزيس صحيح، اللي هم الادينين، السيتوسين، الجوانين والثايمين. طيب الكودون عبارة عن 3. في احد يتكلم؟ اعملوا انميوت لو سمحتوا. الكودون عبارة عن 3 بيزيس خلاص. يعني هنا شوفوا في الجدول اهو، عندي هنا مثلا يوراسيل يوراسيل يوراسيل، هذا كودون. الكودون يترجم الى امينو اسيد معين. يا الله علقنا تبيتي دقيقة. خلاص هو عبارة عن 3 بيزيس بيترجم الى امينو اسيد معين. خلاص كل كودون يعطينا واحد امينو اسيد معين، يعني 3 بيزيس هتعطينا كودون. الكودون هذا يترجم لامينو اسيد معين. طيب كم كودون عندي انا؟ عندي 64 كودونز. ال 64 كودونز هذه من فين جات؟ عندنا احنا 4 بيزز زي ما قلنا، ادينين سيتوسين جوانين ثايمين تمام. وقلنا الكودون هو عباره عن 3 بيزز، فهم حطوا الاربعه فوقها الثلاثة أعطانا كم؟ أس ثلاثة أعطانا 64. طبعاً هذه حسبة إحنا درسناها زمان، تفتكروا في الاحتمالات، توافيق، تباديل، حاجة زي كذا. ليه يهمكم ذا الكلام؟ اللي يهمكم إنكم تعرفوا إنه إحنا عندنا 64 possible codon اللي بتعطينا 20 أمينو أسيد، يعني بتترجم لعشرين أمينو أسيد. طيب هتقولوا لي كيف 64 كودون يعطينا بس 10 أمينو أسيد؟ يعني لو كل كودون، لو كل كودون واحد يعطينا واحد أمينو أسيد، يعني كده بقي لنا كم؟ 44 كودون فاضية ما لها أمينو أسيد تمام؟ هقول لكم لا، شوفوا في الجدول هذا في بعض الكودونات تترجم لنفس الأمينو أسيد. يعني مثلاً احنا عندنا في معاني الكلمات في كلمة لها عدة مرادفات كلها تترجم لنفس المعنى، فهي نفس الفكرة، عندنا عدة كودونات تترجم لنفس الأمينو أسيد، عشان كده عدد الكودونز أكثر من عدد الأمينو أسيد. طبعا انتوا عارفين شو هو الأمينو أسيد؟ هو الوحدة الأساسية لبناء البروتين، يعني هي زي الطوب حق البروتين، أمينو أسيد مع أمينو أسيد مع أمينو أسيد في الأخير هيبني لي بروتين. ها معايا ولا مو معايا؟ طيب عيد على السريع، الكودونز هي عبارة عن 3 بيزز، كل 3 بيزز تعطيني كودون تمام. يعني مثلا ادينين مع جوانين مع سيتوسين هذا كودون تمام. مثلا هنا جوانين ادينين يوراسيل هذا كودون. خلاص الكودون هذا يترجم الى امينو اسيد، كل كودون يعطيني واحد امينو اسيد. طيب كم كودون عندي؟ 64 كودون يعطوني 20 امينو اسيد. هتقولوا لي كيف 64 كودون يعطوني بس 20 أمينو أسيد؟ أقول لكم إنه في أمينو أسيد لها أكثر من كودون، يعني مو في كلمة لها أكثر من معنى، نفس الشيء في واحد أمينو أسيد يكون له أكثر من كودون. هذا الشيء حتفهموه أكثر لما تاخذوا محاضرة الترانسليشن. طيب فأنا اللي يهمني جدا إنكم تعرفوا هنا هذا الكلام، البوسيبل كودونز عندنا 64. طيب ال 64 هذه بتنقسم، 61 منها نسميها كودينج كودونز. لما تسمعوا كلمة كودينج، كودينج يعني تعطينا أمينو أسيد
كودينج يعني تعطينا أمينو أسيد. كم عددها؟ 61. تتضمن مين؟ تشمل كودون اسمه الواحد وستين هذه، تشمل كودون اسمه الستارتنج كودون اللي هو ATG. هذا كودون ثابت، طيب اسمه ATG يعني عبارة عن أدينين ثايمين جوانين. هذا الستارتنج كودون، هذا زي الإشارة الخضراء للإنزيم. يعني أنا عندي هنا مثلاً mRNA أو DNA، طيب جاء عندي إنزيم النسخ، تمام جاء عندي إنزيم النسخ. طيب إنزيم النسخ حيجلس ضايع من فين أبدأ من فين أبدأ من فين أبدأ، يشوف الـ ATG اللي هو الـ starting codon يصير يبدأ من عنده، تمام. فهي زي الإشارة الخضراء. طيب ولو كانت في الـ RNA حيكون اسمها AUG، لأنه إحنا نعرف إنه الـ RNA ما فيها ثايمين، فيها يوراسيل، تمام. فنفس الشيء لما نيجي في عملية الترانسليشن اللي هي عملية تصنيع البروتين، يجي الإنزيم من فين يبدأ يمشي إلى، يعني مثلا هنا عندنا طيب عندنا سيكونسز مرة كثيرة، الإنزيم ما هو عارف من فين يبدأ، يقرأ يشوف في A و G، خلاص أنا المفروض إني أبدأ من هنا صنع البروتين. فهمتوا إيش هو الستارتنج كودون؟ يا ريت تعمل أنميوت. يا بنات فهمتوا؟ يا جماعة اعملوا أنميوت لو سمحتوا. فهمتوا ولا في نقطة أعيدها؟ في نقطة شرحتها بسرعة؟ يا جماعة الله يسعدكم اكتبوا لي في الشات إذا ممكن تعيدي. أنت دوبك دخلتي ولا من أول موجودة؟ يا عبير ألو تسمعوني؟ تسمعوني؟ أعمل أيوة أعمل الميوت الله يسعدك. إيش؟ ما أدري موت. أيوة كلهم هنا خلاص ميوت يا جماعة الله يسعدكم. قفل المايك. طيب أوكي، بالنسبة للناس اللي دخلوا دوبهم، احنا بنتكلم عن حاجة اسمها الجيناتيك كود. اخذنا مصطلح اسمه الكودون. ايش يعني الكودون؟ الكودون عبارة عن كل 3 بيزس. احنا مو عندنا 4 بيزس في الدي ان اي اللي هم مين؟ الادينين، السيتوسين، الجوانين، الثايمين، تمام؟ كل 3 بيزس منهم يعطونا كودون. يعني انا عندي هنا شريط الدي ان اي مثلا، طيب عندي هنا أدينين، سيتوسين، جوانين، ثايمين، أدينين مثلاً، جوانين، أي حاجة. طيب كل 3 منهم عبارة عن كودون. كل 3 عبارة عن إيش؟ كودون. طيب بكده كم كودون عندي؟ عندي 64 كودون. عندي كم possible كودون؟ 64 كودون. حابين تحفظوها 64 كودون؟ احفظوها. تحبوا تفهموا هي كيف جات؟ هم حطوا الأربعة بيزس اللي هم الأدينين، السيتوسين، الجوانين، الثايمين، أس ثلاثة اللي هو عدد البيزس في الكودون. إحنا قلنا كل كودون عبارة عن 3، عطاهم 64. طيب الأربعة وستين هذه مقسمة إلى كودينج كودونز، أوكي هنا كودينج كودونز ونن كودينج كودونز. لما أقول لكم كودينج يعني بتعطينا أمينو أسيد، يعني ممكن إنه الإنزيم يترجمها ويحط أمينو أسيد في عملية الترانسليشن اللي هتاخدوها بعد كده إن شاء الله. النن كودينج كودونز هي اللي مستحيل إنها تترجم، اللي هي مين؟ الستوب كودونز، وهم عبارة عن 3. مين هم الستوب كودونز؟
عندنا اللي هو ال T A G ال T G A و ال T A A. طيب احفظوها تاج ليش بس كذا احفظوها تاج تجا او تجا وعاد يعني دبروا نفسكم فيها خلاص تي اي اي. المهم هذه لا يمكن انها تعطينا امينو اسيد. طيب ايش فائدتها؟ هي زي الاشارة الحمراء للانزيم تقول له خلاص هنا وقف، عشان كده اسمه ستوب كودونز، لانه مستحيل الانزيم يجلس ينسخ الى ينسخ الدي ان اي كله ولا يترجم الار ان اي كله، لازم عند حد معين يوقف. فحيوقف عند مين؟ عند الستوب كودونز. طبعا هذه لو كانت في الدي ان اي تمام. طيب لكن لو كانت في الار ان اي حتكون ايش؟ بدال التي ايش نحط؟ يو، صحيح، لانه الار ان اي ما فيها ثيامين، فيها يوراسيل، هيكون يو اي جي يو جي اي ويو اي اي. هذه نون كودينج، يعني لما يجي انزيم الترانسليشن يقراها خلاص يوقف، ما في امينو اسيد لها، ما لها امينو اسيد، ما يحط يعني ما يترجمها الامينو اسيد. تمام. ليش مهم هذا الكلام؟ وعندنا خلاص، فعندنا احنا ستوب كودون اللي هو زي ما قلنا الاشاره الحمراء اللي هي يوقف عندها الانزيم، عندنا الستارت كودون هي الاشاره الخضراء اللي يبدا عندها الانزيم. لانه انا عندي ال الانزيم يمشي، طيب يمشي وهو ضايع، من فين يبدا؟ من فين يبدا العمليه؟ لما يشوف هنا اي تي جي خلاص يبدا من عندها، يبدا من عندها عمليه النسخ ثم يوقف عند الستوب كودون. هذه حتاخدوها بالتفصيل ان شاء الله في عمليه الترانسكريبشن وعمليه الترانسليشن، بس مطلوب دحين تفهموا انه الـ ATG هي او الـ starting codon هو الاشارة الخضراء اللي يبدأ عندها الانزيم، والـ stop codon هي الاشارات الحمراء اللي يوقف عندها الانزيم. مهم مرة تفهموا انه الـ stop codon non-coding. ايش يعني non-coding؟ ما يعطيني امينو اسيد. طيب ليش بقول لكم هذا الكلام؟ لو جاكم سؤال زي كده، طيب تمام، انا مثلا هذه عندي ار ان اي وعندي مثلا كذا مثلا اوكي طيب قلت لكم سألتكم كم أمينو أسيد حيطلع لي من هنا؟ إحنا قلنا كل كودون يترجم لأمينو أسيد. لو جاء إنزيم بيمشي هنا خلاص، وعندي هنا الإنزيم حق الترانسليشن، هذا الإنزيم، طيب الإنزيم حق الترانسليشن كم أمينو أسيد حيحط؟ جاوبوني في الشات كم؟ يا أمين الترانسليشن ليكتشر هتاخدوها إن شاء الله بعد كده. في أمجاد قالت 3، ممتاز يا أمجاد، ممتاز. ليش؟ أنا فهمكم، جالي إنزيم هل حيطالع في ده؟ لا طبعا، ولا حيطالع فيه، ما راح يطالع في ده. ليه؟ لأنه هو يبدأ من عند الستارتينج كودون، فحيمشي يمشي يمشي لقى الستارتينج كودون، حيحط عندها أمينو أسيد لأنها كودينج. تمام، لأنها من ضمن ال 61 اللي هم الكودينج. طيب مشي لقى هنا مشي كمل لقى هنا برضو كودينج، ما هي مشكلة حط أمينو أسيد. مشي هنا لقى برضو كود، حط كودون، حط أمينو أسيد. وصل هنا لقى مين؟ الستوب كودون، وقلنا الستوب كودون ما يعطينا أمينو أسيد، وبالتالي هذه عندنا 3 أمينو أسيدز أونلي.
فهمتوا؟ وصلت يا جماعة ولا ما وصلت؟ هذه حتاخدوها بالتفصيل إن شاء الله في حاضرة الترانسليشن. طيب طولنا مرة على الكودون، فبصراحة يعني اللي يهمني تعرفوه هنا، اللي يهمني تعرفوه عدد الله اللي يهمني تعرفوه عدد الكودونز، البوسيبل كودونز التوتال 64، 61 منهم كودينج، يعطونا بروتين يتضمنوا مين، يعني يشملوا الستارتنج كودون، الستارتنج كودون إشارة خضراء وكمان يعطينا بروتين، لكن الستوب كودونز هنا يوقف عند عملية الترانسليشن ما تعطينا بروتين. طيب الآن خلصنا كده من اللي هو الجيناتيك كودون، يروح للجين. طبعا هنا مجرد أرقام أحفظوها أنتوا، يقول لكم أنه عندنا تقريبا من 25,000 ل30,000 جينز، وبعض الكتب تقول لكم 80,000 جين in the genome. ركزوا لي على مصطلح جينوم لأنه حنعرفه بعد شوية. of the diploid cell، مين هم الديبلويد سيل؟ اللي هم كم كروموسوم في الديبلويد سيل؟ عندنا الديبلويد سيل ها اللي هي 46 كروموسوم. طيب يقول لك الجينز هذه مرتبة على 23 كروموسوم من عدد 19,000 إلى 20,000. كل جين فيه له 3,000، عفوا كل كروموسوم فيه له 3,000 جين. طيب يعني دي الأرقام بس مجرد حفظ. يقول لك genes in human do not usually overlap, being separated from each other by average of 30 كيلو، ما عارف كيلو إيش ده. المهم أنا عندي الدي إن إيه هنا. طيب هذا دي إن إيه، دقيقة. طيب هذا دي إن إيه. طيب عندي هنا جزء منه حيكون جين، أمشي تقريبا مسافة 30 وبعدين جين، يعني الجينات ما تدخل في بعض، overlap يعني ما هي متداخلة، يعني مفصولة مع بعض تقريبا بمسافة مقدارها هذه. طيب بالنسبة لليونيك سينجل كوبي جين، هذا حتكلم عنها بعدين في tags of genes. يقول لك most human genes are coding for polypeptide. لما نقول polypeptide يعني يقصد بها مين؟ بروتين. هو نفس اللي شرحته تحت، قلت إنه الكودونز تعطينا أمينو أسيد، والأمينو أسيد هي الطوب حق البروتين. طيب أو هي الوحدات البنائية حقت البروتين. ليش تعطينا بروتين؟ البروتين له وظائف مرة عديدة. البروتين ممكن يشتغل كإنزيم، على فكرة كل الإنزيمات أصلاً عبارة عن بروتينات. ممكن يشتغل كهرمونات زي هرمون الإنسولين، تمام؟ ممكن البروتين يكون structural زي مثلاً العضلات وإلى آخره. فالبروتينات لها وظائف جدا عديدة. فالجينز بيعطينا مين؟ بيعطينا بروتين، coding for protein. طيب نيجي نتكلم عن الجين. it is the unit of inheritance أو the smallest unit of inheritance، يعني الوحدة الأساسية للوراثة. الجين هو الوحدة الأساسية للوراثة. لو جاكم سؤال the smallest unit of inheritance، جين ولا دي ان اي ولا ار ان اي ولا كروموسوم، ايش تختاروا؟ يلا اكتبوا لي في الشات ايش تختاروا. اوبس دقيقة. يا جماعة اكتبوا لي في الشات ايش تختاروا. يا جماعة لو جاكم سؤال the smallest unit of inheritance، أصغر وحدة أو الوحدة الأساسية للوراثة، تختاروا الجين، تمام؟ طيب الجين هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن specific sequence of DNA، يعني عبارة عن تسلسل معين من الـ DNA. أنا عندي سلسلة الـ DNA هذه الطويلة،
فجين عبارة عن سيكونس معين فيها، تسلسل معين فيها هو عبارة عن الجين، خلاص. وزي ما قلنا يحتوي على الشفرة الوراثية لتصنيع البروتين. الجين يحتوي على الشفرة الوراثية لتصنيع مين؟ البروتين. وزي ما قلنا البروتينات ممكن تشتغل كإنزيمات، كهرمونات إلى آخرين. لا يا عبير، قلنا الـ smallest unit of inheritance، الوحدة الأساسية للوراثة اللي هي مين؟ الجين. الكروموسوم هو عبارة عن عدة جينات في داخله، لكن الوحدة الأساسية الصغيرة اللي هي الجين، تمام؟ تمام، ممتاز، تمام. طيب هنا اللي يهمني جدا تعرفوه إنه كل عملية وإيش ال end product حقها، يعني إيش الناتج حقها وفين بتحصل. عندنا عملية ال replication طبعا أخذتوها أكيد، عبارة عن إن ال DNA يتضاعف copy of itself، فبتعمل لنا synthesis of new DNA، تصنيع DNA جديد. فين بتحصل؟ في داخل النيوكليوس. بعد كده عندنا عملية الترانسكريبشن، عبارة عن إيه؟ عبارة إنه الـ DNA، عبارة عن إني أصنع RNA من الـ DNA، خلاص؟ هتاخدوها بالتفصيل كلها. أصنع RNA من الـ DNA، من الـ DNA for making new RNA from DNA، وبرضو بتحصل في النيوكليوس. عملية الترانسليشن هي إني أعمل بروتين، اللي هي زي ما تكلمنا عنها في هرجة الكودونز، إنه كل كودون يعطينا أمينو أسيد، خلاص. فين بتحصل؟ في السيتوبلازم. طيب عشان تحفظوها بفهم، ليش عملية الترانسليشن تحصل في السيتوبلازم؟ لأنه مصنع البروتين في السيتوبلازم. طيب المصنع اللي يعمل لنا بروتين موجود في السيتوبلازم. طيب كده تمام ولا في حاجة ضايعين فيهم؟ إذا نلخص هذه السلايدة، الجين عبارة عن unit of inheritance، the smallest unit of inheritance أو الوحدة الأساسية للوراثة، هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن specific sequence of DNA، عبارة عن تسلسل معين في DNA. الجين طبعا coding for protein. Use their old traits، بس ما كانوش قادرين يستخدموا الراديوهات القديمة. فيلو معلومات أو الشفرة الوراثية لتصنيع البروتين، يعني الجين كأنه الوصفة، كأنك بتطبخي طبخة فيها الوصفة، فيها المقادير. فنفس الشيء الجين فيلو الشفرة أو المعلومات لتصنيع بروتين معين. بعد كده قلنا الريبليكيشن هي عبارة عن synthesis of new DNA بتحصل في النيوكليوس. الترانسكريبشن عبارة عن تصنيع RNA من الـ DNA بتحصل في النيوكليوس. الترانسليشن عبارة عن تصنيع بروتين من الـ RNA وبتحصل في السيتوبلازم. ليش؟ لأنه تصنيع، لأنه المصنع حق البروتين في السيتوبلازم. تمام كده، تمام يا جماعة؟ أحد يرد عليهم؟ تمام، ممتاز. طيب نيجي الآن لل الجين ستراكشر. طيب في عدة مناطق في الجين مهم جدا إن إحنا نفهمها ونحفظها، لأنها ممكن تجيكم نصا في الاختبار. طيب أول حاجة هتكلم عن حاجة اسمها البروموتر. بعد كده عندنا الستارتينج كودون اللي هو تكلمنا عنه تحت، عشان كده كلمتكم عنه في البداية عشان تفهم مش هو. عندنا الإكزون، الإنترون، والستوب كودون. طيب البروموتر هي أصلاً ما هي منطقة في الجين، هي منطقة في الـ DNA، مهم، region in the DNA أو region of DNA، منطقة في الـ DNA.
إيش وظيفتها؟ وظيفتها إنها تقول للإنزيم تعال ترى شوف هنا في الجين، تمام؟ فهي منظمة، منظمة، تمام؟ وظيفتها تعرف الجين، تعرف الإنزيم على مكان الجين، يعني زي اللي تناديه تقول شوف ترى هنا في جين. فعشان كذا هي الـ recognition site. إذا لو قال لي البروموتر عبارة عن إيه؟ عبارة عن region of DNA act as recognition site، يعني هي منطقة في DNA عبارة عن recognition site. recognition يعني تعرف الإنزيم على مكان الجين. طيب تحتوي على two boxes اللي هما الكاتا بوكس والتاتا بوكس. كاتا بوكس وتاتا بوكس. الكاتا بوكس هو عبارة عن binding site للإنزيم، مكان ارتباط الإنزيم. والتاتا بوكس تعمل direct للإنزيم، يعني توجه الإنزيم للinitiation site of transcription، يعني لمكان بداية transcription، يعني تقول للإنزيم شوف يلا من هنا أبدأ، هنا مكان transcription. عشان كده منطقة البروموتر هي منطقة منظمة ومعرفة للإنزيم، واضح؟ إذا البروموتر هي منطقة في DNA recognition site للإنزيم، تعرف الإنزيم ترى هنا في جين وتنظم عمله عن طريق الكاتا بوكس اللي هي البايندينج سايت حقة الإنزيم. والتاتا بوكس تعمل له دايركت للإنزيم، دايركت يعني توجهه للمكان حق بداية الترانسكريبشن. كده واضح؟ إذا لو جاني سؤال فين ألاقي التاتا بوكس، لو جاني سؤال وقال لك the data box is found in، يعني التاتا بوكس نلاقيه فين؟ فين نلاقي التاتا بوكس؟ حلاقيه؟ ممتاز، حلاقيه في البروموتر لأنه هو جزء من البروموتر. يشتغل إيش وظيفته؟ direct the enzyme to the initiation site of transcription، يوجه الإنزيم لمكان بداية الترانسكريبشن. بعد كده عندنا اللي هو زي ما قلنا starting codon، اللي هو قلنا عنه مين؟ الإشارة الخضراء اللي تقول للإنزيم يلا أبدأ من عندي. عشان كده starting codon يقول عنها is a sign، sign علامة أو إشارة to begin or to start a transcription. واضح معاكم؟ طيب بعد كده في مناطق عندنا هنا اسمها الإكسون إنترون، اللي هو X1 N1 اللي هي إكسون إنترون، إكسون إنترون. إيش هذه؟ الإكسون عبارة عن الكودينج بارت، وإحنا اتفقنا لما أقول لكم كودينج يعني يعطينا إيش؟ يعطينا بروتين، فهذه فانكشنال تعطينا بروتين. لكن الإنترون هذه ما تعطينا بروتين، خلاص كذا أشياء زايدة ما لها داعي، ما تعطينا بروتين. إيش فائدتها؟ بس إنها تفصل between the two exons. إذا الإنترون تفصل between the two exons. طيب تمام. بعد كذا حيمشي الإنزيم يمشي 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 إلي يوقف فين؟ يوقف عند الستوب كودون زي ما قلنا الإشارة الحمراء، خلاص. كذا فهمنا. إذا زي ما قلنا نرجع نراجعهم على السريع، البروموتر هي عبارة عن منطقة في DNA، في DNA تمام، عبارة عن الريكوجنيشن سايت، ريكوجنيشن سايت للإنزيم، اللي هي تحتوي على الكاتا بوكس والتاتا بوكس. الكاتا بوكس is the binding site، مكان ارتباط الإنزيم. والتاتا بوكس تعمل توجيه يعني direct الإنزيم to the initiation site of transcription. بعد كذا حيمشي الإنزيم من فين أبدأ، من فين أبدأ؟ يلاقي مين؟ يلاقي start codon اللي هي الإشارة الخضراء، من عندها يبدأ عملية transcription. عشان كذا قلنا start codon is the sign، يعني إشارة أو علامة لبدء العملية. بعد كذا قلنا الإكسون هي المناطق اللي تعطينا بروتين، هي coding area. والإنترون ما راح تعطينا بروتين، فايدتها بس إنها تفصل بين التو إكسونز. وأخيراً إلى نلاقي عندنا الستوب كودون، هنا خلاص حيوقف الإنزيم العملية.
طيب فنرجع هنا اهو عندنا ال exons that code for protein فعشان كده هي functional portion. Functional portion يعني المناطق الوظيفية تمام. أما ال introns non-coding sequence لما نقول non-coding يعني ما تعطينا protein. طيب عندنا حاجة اسمها هنا ال open reading frame. الأوبن ريدنج فريم نفسها اللي شرحت لكم هي تحت لما أعطيتكم مثال قلت لكم كم أمينو أسيد حيكون عندنا فهي not not contain stop codon ما فيها stop codon عشان كده can be translated زي ما قلنا stop codon ما يترجم يعني ما يعطيني أمينو أسيد تبدأ مع الستارتنج كودون اللي هو موجود في الفايف انت مهم جدا تعرفوه فهذا نفس المثال اللي رسمت لكم هو تحت قلت لكم لو مثلا عندي سيكونس اوف طبعا انا حاسه انه في غلط انه هنا المفروض يكون اي وجي لانه احنا بنتكلم عن ترانسليشن صحيح يعني بنتكلم عن ار ان اي طيب مثلا كده طيب من فين حيبدأ الـ open reading frame هنا 5 int هنا 3 int من فين حيبدأ الـ open reading frame يبدأ من عند الـ starting codon اللي هي عند الـ 5 int ويمشي يكمل إلين ينتهي ما قبل الـ stop codon not contain الـ stop codon هذا stop codon اللي هو UAA فهذه المنطقة هي اللي تقدر تترجم لأمينو أسيد. وضح معاكم الـ operating frame. Operating frame ما فيه له stop codons زي ما قلنا لأنه خلاص هنا لأنه ما يترجم. تمام؟ stop codon لا يترجم. خلاص؟ فهذه المنطقة اللي هي open reading frame هي اللي can be translated. تبدأ مع مين؟ تبدأ مع الـ start codon اللي موجود عند الـ 5 int. وضحت ولا ما وضحت؟ في جاني سؤال يقول لك يعني الـ replication يضاعف الـ DNA والـ transcription يصنع الـ RNA في الـ tRNA؟ لا 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 يا دكتور ميدو ال RNA عندنا احنا ثلاثة انواع mRNA tRNA و rRNA فلا تلخبط ال transcription يصنع لنا RNA من ال DNA لما تاخذوا محاضرة ال transcription حتفهم ان شاء الله طيب زي ما قلنا التاتا بوكس عبارة عن يا عبد الرحيم والله انا ما شرحت محاضرة امس بس اكيد انها مسجلة طيب زي ما قلنا التاتا بوكس عبارة عن تقريبا من 20 لـ30 بيزس بتكون قبل الـ ATG فأد the 5 int left of the operating frame أهو يعني هنا لو جينا للرسمة هذه هنا المفترض يكون عندنا مين البروموتر اللي هو فيه له مين التاتا بوكس خلاص left to the start left to the starting codon هنا left هنا right هذا left هذا right خلاص so tata box direct imported enzymes to the correct initiation site of transcription زي ما قلنا يقول لي الانزيم شوف يلا من هنا أبدأ خلاص بعد كده termination codon هي نفسها stop codon the end of translation is signified by a termination codon at the three end of gene. إذن هذا ممكن يجيكم نصاً زي ما هو. على فكرة كل الكلام اللي مكتوب هنا أنتوا فاهمينه لكن برضو احفظوه لأنه ممكن يجيكم نصاً زي ما هو. يقول لكم نهاية عملية translation اللي هي أن أنا أحط أمينو أسيد تعرف بمين كيف الإنزيم يعرف أن أنا هنا خلاص أوقف عن طريق termination codon. اللي هم الستوب كودونز اللي تكلمنا عنهم اللي هم موجودين على 3 end طيب زي ما قلنا اللي هم تاج
منتجة و تي اي اي. وإذا كانوا على الار ان اي هيكونوا يو اي اي يو اي جي و يو جي اي. تمام. طيب طيب هذه الصورة جاء الإنزيم. تمام. جاء الإنزيم وعمل ترانسكريبشن شيء كذا يمشي على طول اللجين وينسخ ينسخ 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 ما عنده أي مشكلة. ويوقف عند مين؟ يوقف عند الستوب كودون. خلاص ينسخه ينسخه ويوقف عنده. تمام. بعد كده الـ RNA بعد ما ينسخ لازم يحصل له تعديلات. من ضمن التعديلات إن أنا أشيل الأجزاء اللي ما لها داعي. قلنا الانترون ما له داعي ما يعطيني بروتين، فعشان كده بينشال. ونلاحظ إنه الإكزنز يصيروا لاصقين في بعض. خلاص ما في اللي هو الانترون اللي هو كان يعمل فصل بينهم separation بينهم. خلاص عشان كده تلاحظوا أنا كاتب هنا modified mRNA، يعني خلاص هذا الـ mRNA بعد التعديل. طيب بعد كده حصلت عملية الترانسليشن. جاء الإنزيم حق الترانسليشن وقري كل كودون وحط مكانه أمينو أسيد، قري كل كودون وحط مكانه أمينو أسيد وهكذا. وصل هنا هذا إيش؟ ستوب كودون. وقلنا الستوب كودون ما يعطينا أمينو أسيد، عشان كده هو وقف هنا خلاص ما في أمينو أسيد، لأن الستوب كودون نن كودينج ما يعطينا أمينو أسيد. وضحت معاكم؟ طبعا هذه انا اقول لكم خذوا انتوا محاضره الامل. ما فهمت ايش اللي ما فهمتيه يا امل؟ معليش ايش اللي ما فهمتيه بالضبط؟ الصوره يا امل. امل الصوره هذه. طيب ماشي. هو طبيعي انكم ما تفهموها لانه انتوا لسه ما اخذتوا ترانسكريبشن والترانسليشن. شوفوا اللي أنا أبغاكم تفهموه من الصورة هذه. أول حاجة بعد عملية الترانسكريبشن ما تخلص الانترانس الـ RNA لازم يحصل له تعديلات. تمام. يعني هو في البداية يتنسخ كامل. تمام. بعد كده يحصل له تعديلات من قصة الانترانس. ولا أقول لكم خلاص سيبوها هذه، خلوها لما تاخذوا ترانسكريبشن حتفهموها. اللي يهمني هنا تشوفوا او تلاحظوا انه الستوب كودون ما عنده امينو اسيد. خلاص هذا حتفهموه اكثر لما تاخذوا ان شاء الله ترانسكريبشن وترانسليشن. طيب هنا ورده حمراء. المهم تايبز اوف جينز. تايبز اوف جينز عندنا طبعا هذه سلايد حفظ. عندنا اليونيك سنجل كوبي جين، يعني every gene perform particular function. من اسمه يونيك وسنجل. يونيك فايد يعني كل جين حيعمل وظيفة معينة. لكن المالتي جينز فاميليز عبارة عن ميني جينز have similar functions making up what are known as multi genes family. ايش يعني مالتي جين فاميلي؟ مالتي جين فاميلي هم عبارة عن عدة جينات. تمام. جينات مختلفة ولكن بتعمل الوظيفة نفسها. طيب يعني انتم مثلا كلكم طلاب وطالبات مختلفين، لكن كلكم في السنة التحضيرية. طيب فهي نفس الشيء، جينات مختلفة لكن كلها بتعمل نفس الوظيفة. الملتي جينز فاميلي نوعين. طيب نقسمهم لنوعين. نوعين كلاسيكال جين فاميليز، هذولا يعني يعملوا نفس الوظيفة بالضبط، فهاي ديجري يعني درجة عالية من الهومولوجي. هومولوجي يعني تشابه أو تجانس، فهذولا كلاسيكال هاي ديجري اف سيكونس هومولوجي. تمام. لكن الجين سوبر فاميليز لا، هذولي ليميتد سيكونس هومولوجي، يعني مو مرة متجانسين، لكنهم في النهاية بيعملوا تقريبا وظائف متشابهة أو مرتبطة ببعض. تمام. فانتوا احفظوها كده اليونيك سنجل كوبي جين، من اسمه يونيك وسنجل. يونيك وسنجل يعني حيعطينا وظيفة معينة. الملتي جين فاميليز، ملتي يعني متعددة، هي جينات متعددة لكن بتعمل لنا نفس الوظيفة. تمام.
نقسمهم لكلاسيكال جين فاميليز، هذول جدا متشابهين هاي ديجري اوف هومولوجي. جين سوبر فاميليز هذول ليميتد سيكونس هومولوجي. ايش يعني ليميتد سيكونس؟ يعني في اختلافات، يعني ما هم متشابهين تماما ولكنهم بيعملوا نفس الوظيفه. هذا خلاص شرحناه طبعا في البدايه. اه الحمد لله. طيب نيجي دحين لمصطلح الهيومن جينوم. الى الان انتم معايا ولا في اي اسئله؟ اوكي ما اوكي، في اي اسئله يا جماعه الى الان؟ خلاص قربنا نخلص، قربنا نخلص. في اسئله؟ لا. طيب فاهمين يعني ان شاء الله. طيب الان حناخذ مصطلح الهيومن جينوم. الهيومن جينوم هو عبارة عن، شوفوا هنا التعريف جدا مهم، عبارة عن sum of all cellular genes include nuclear and mitochondrial DNA. لما أقول لكم sum يعني مجموع كل الجينات في الخلية، include يتضمن الـ DNA اللي في النيوكليوس والـ DNA اللي في الميتوكوندريا. تمام؟ هتقولوا لي احنا نعرف، هتقولوا لي دقيقة دقيقة، احنا نعرف انه النيوكليوس فيه دي ان اي، لكن هل الميتوكوندريا فيه دي ان اي؟ نعم الميتوكوندريا فيه دي ان اي، وحنشوف ايش مواصفاته وايش وظيفته. تمام؟ كمان تعريف اخر للهيومن جينوم is the complete set، يعني المجموعة الكام، او ما ادري كيف ترجم لكم هي، ايوه يعني مجموعة كاملة للمعلومات الوراثية include a nuclear and mitochondrial DNA. إذن الهيومن جينوم مع يقصد بيه DNA حق النيوكليوس وحق مين؟ الميتوكوندريا. تمام؟ لو جاكم في الاختبار أي كلمة تعبر عن all أو some أو مجموع cellular DNA، يعني DNA حق الخلايا، فين حيكون موجود؟ في النيوكليوس والميتوكوندريا مع بعض. تمام؟ طيب يجي نتكلم عن النيوكليار دي ان اي في البداية. النيوكليار دي ان اي، طبعا هذه انا هذه الخريطة انا عملتها هنا بشكل اوضح. 25% من النيوكليار دي ان اي، طبعا النيوكليار دي ان اي كلنا نعرف الدي ان اي حق النيوكليوس اللي هو دبل ستراند، واللي هو شكله حلزوني، كلنا نعرفه صحيح. هذا يقول لك 25% منه جين سيكونس، يعني تخيل الدي ان اي فقط 25% منه جينات. طيب والجين سيكونس يعني جوة الجين 10% بس كودينج سيكونس اللي هو يعطينا بروتين. قلنا مين الجزء اللي يعطينا بروتين في الجين؟ إيش كان اسمه؟ ومين الأجزاء اللي ما لها داعي اللي ما تعطينا بروتين؟ إيش كان اسمها؟ ها اكتبوا لي حتى لو بالعربي عادي. مين الأجزاء اللي تعطينا بروتين في الجين؟ قلنا في أجزاء تعطينا بروتين وفي أجزاء ما لها داعي. أحد عارف ولا ما أنتوا عارفين؟ طب عادي اللي مو عارف اكتب لي برضو ماني عارف. اللي تترجم حلو، إيش اسمها طيب؟ coding sequence. تمام، إيش اسمها coding sequence of the gene؟ احنا قلنا الجين يتكون من بروموتر، بعدين ستارتنج كودون، بعدين مين؟ ها اكزون، اكزون. تمام ممتاز. اكزون الانترون هي النون كودينج، هي اللي ما تعطينا بروتين. خلاص ممتاز. إذا الجين 10% coding sequence تعطينا بروتين، هي زي الإكزون،
و90% نون كودينج ما تعطينا بروتين اللي هي الانترون. المهم و75% من الدي ان اي اكسترا جينيك دي ان اي، يعني ما له دخل بالجينات، ما هو جين يعني. دقيقة بس، وتلاحظوا هنا عندنا الدي ان اي، هذه الأماكن كلها اكسترا جينيك، يعني ما هي جينات. أنا رسمت الجين هنا والجين هنا، هذه اكسترا جينيك ما هي جينات، يعني 75% من الدي ان اي. طيب المهم لما حسبوها كذا قسموا 25% على 10 اللي هم اللي يعطونا بروتين، طلع عندنا 3% of DNA is coding، 3% بس من الـ DNA يعطينا بروتين. معناها كم؟ معناها 97% non-coding، اللي هي هذه المنطقة الإكستراجينيك مع المنطقة اللي هي ما لها داعي اللي هي non-coding، هتطلع معنا 97 of DNA is non-coding. طيب مو ما انتم مضطرين انكم تفهموا كيف الحسبة جات وزي كذا، خلاص انتم احفظوا انه 3% من الـ DNA coding يعطينا بروتين، 97% من الـ DNA non-coding ما يعطينا بروتين. واضحة؟ واضحة. تمام. طيب نيجي نتكلم عن mitochondrial DNA. نلاحظ انه it is circular، دائري زي الخاتم، شوفوا عكس مين؟ عكس مو زي اللي هو حق النيوكليس اللي احنا نعرفه اللي هو كذا شكله، لا لا شوفوا هذا كيف circular double strand، double strand DNA molecule. تمام، حتى النيوكليير double strand. ترى على فكرة يعني ممكن يجيب لكم هذه يقول لكم مثلا circular و single strand، لا هو circular و double strand. طيب طيب هنا اللي يهمنا all genes in mitochondrial DNA have defined، عددهم 37 جين، يعني الجينات اللي المعروفة حاليا في الـ DNA حق الميتوكوندريا عددها 37 جين اللي اكتشفوها يعني أو عارفينها. طيب الـ 37 جينز هذه مقسمة two genes مسؤولين عن تصنيع الـ rRNA، تمام؟ 22 جينز مسؤولين عن تصنيع tRNA، و 13 جينز مسؤولين عن الميتوكوندريال بروتينز، يصنعوا الميتوكوندريال بروتينز يعني البروتينز اللي تستخدمها الميتوكوندريا، يعني هي بتصنع لنفسها. نلاحظ هنا ايش مكتوب، 93% of the DNA sequence represent coding sequence، coding sequence يعني 93% من الـ DNA حق الميتوكوندريا بيعطينا بروتين، عكس هنا الـ nuclear DNA بس 3% اللي يعطينا بروتين، لكن هنا النسبة أعلى، 93% من الميتوكوندريا DNA بيعطينا بروتين. طيب they are responsible، البروتينز هذه إيش نحتاجها في إيه؟ نحتاجها for mitochondria، لا دقيقة، they are responsible بيتكلم عن الجينز for genes necessary for mitochondrial proteins blah blah blah. المهم زي ما قلنا إنه الجينز هذه مسؤولة عن الميتوكوندريال بروتين سينثيسيس، يعني البروتينز اللي يحتاجها الميتوكوندريا، زي في عملية اسمها الأكسيديتيف فوسفور فوسفوريليشن. طبعا احنا نعرف ان الميتوكوندريا هو الجزء اللي بيعطينا ايش، او هو العضي اللي بيعطينا من الطاقه، تمام؟ فاحدى العمليات اللي يعملها الميتوكوندريا عشان ينتج طاقه اسمها الاكسيديتيف فوسفوريليشن، هتاخدوها بالتفصيل في البايوكيمستري. فطبعا هذه العمليه تحتاج انزيمز، واحنا قلنا الانزيمز عباره عن بروتين. طب الميتوكوندريا من فين تجيب هذا البروتين؟ من الجينات الخاصه بيها. واضح؟ طيب ايوه يا الله
الله يسعدكم. اللي بيسألوا عن التسجيل هنرسل لكم التسجيل بعدين، لا تشغلوا نفسكم بهذا الموضوع. طيب the mitochondria do not have DNA repair enzyme. طبعا ال احنا ال DNA حقنا احيانا بيتعرض ل small damages، يعني بيتعرض ل تلف بسيط، ممكن من أشعة الأشعة فوق البنفسجية إلى آخره. في إنزيمات بتقدر إنها تعدل الخلل هذا، لكن في الميتوكوندريا الـ DNA حقها ما في له الـ DNA repair enzyme. فهمتوا؟ طيب آخر حاجة بيقول لنا هنا other genomes، بقارن بين الـ human genome والـ genome حق الحيوانات. يقول لكم in mouse 75% are similar، يعني في نسبة التشابه بين الجينوم حق الإنسان والجينوم حق الماوس 75%. و ناصر طلع والجين are 80% protein seen. هم قصدهم دقيقة، معلش دقيقة بس. قصدهم متوقع سيم مو سيم. المهم انه 80% من بروتيناتهم زي الانسان. في الشمبانزي عندنا 98% ل 95% نسبة التشابه مع اللي هو الهيومن جينوم، يعني جينوم حق الانسان. والدوكس الله يكرمكم الكلاب 85% نسبة التشابه. بيقول لكم الليلي اللي هي هذه الزهرة 40 تايم لارجر ذان الدي ان اي حقنا. طيب يعني اكبر من الدي ان اي حقنا ب 40 مرة او 40 ضعف. كده خلصنا الحمد لله. هتحبوا أعمل مراجعة سريعة؟ الحمد لله. تحبوا أعمل مراجعة سريعة؟ أعمل سمري سريع؟ تمام، نعمل سمري سريع للمحاضرة اليوم. طيب، وبعدها حصلكم أسئلة، فركزوا معي، حصلكم أسئلة مهمة ترى. أول شيء تكلمنا عن الجيناتيك كودون، قلنا إيش هو الكودون؟ عبارة عن 3 بيزيس. إحنا عندنا 4 بيزيس، أدينين، سيتوسين، ثايمين، جوانين. الكودون عبارة عن 3 بيزيس، يعني مثلاً زي أدينين، ثايمين، جوانين. طيب قلنا عندنا كم كودون possible؟ يلا أنا حسألكم أنتوا جاوبوني، كم كودون عندنا؟ قلنا مجموعة الكودونات كم possible كودون عندنا؟ 64 كودون. كم؟ 64 كودون. 64. ممتاز ممتاز. 64 كودون. قلنا كم كودون لا يترجم، يعني نون كودينج، يعني ما يعطينا بروتين، كم؟ هذا كودونات ثلاثة. ممتاز. اللي هم مين؟ اليوزي اللي هي الستوب كودون، صحيح؟ تي اي تمام، وتاج وتقم، خلاص احفظوها كده. طيب قلنا طيب 61 كودون هم اللي يعطونا البروتين. من ضمن ال 61 كودون مين عندنا؟ الستارتنج كودون، يعني الستارتنج كودون قلنا هو يشتغل كإشارة خضراء عمليه لبدء العمليه، وكمان يعطينا بروتين. الأمينو أسيد حقه اسمه ميثيونين، تمام؟ شوفوه هنا. أوكي ما هم كاتبينه هنا، لكن الأمينو أسيد حق الستارتينج كودون اسمه ميثيونين، شوفوه هنا. هتاخدوه بالتفصيل إن شاء الله في عملية الترانسليشن. طيب قلنا بعد كده الجين، ها؟ لو سألتكم سؤال the smallest unit of inheritance، الوحدة الأساسية للوراثة، إيش حتكون؟ الجين. الجين، تمام. الجين. طيب الجين هو يحمل شفرة وراثية لتصنيع مين؟ يصنع لنا إيش بالضبط؟ البروتين.
البروتين ممتاز. ليش نحتاج البروتين؟ عشان البروتين يشتغل كإنزيم، كهرمون، لو كريسبتور، يعني مستقبل، فلو وظائف عديدة. تمام. الجين هو عبارة عن A specific sequence of DNA، يعني تسلسل معين في DNA. طيب بعد كده أخذنا الجين ستراكشر، قلنا البروموتر عبارة عن إيه وفين موجود. عادي قولوا لي بالعربي اللي فاهمينه. الداتا بوكس، الداتا بوكس، الدي ان ايه، في الدي ان ايه. الله عليك، موجود ريجن اوف ذا دي ان ايه، يحتوي على مين؟ على الداتا بوكس والكاتا بوكس. ايش وظيفته؟ يوجه الار ان ايه النسخ، يوجه الانزيم، الانزيم مو الار ان ايه، يوجه الانزيم، الانزيم مو الدي ان ايه. تمام، يوجه الانزيم حق ال RNA، حق اللي هو الترانسكريبشن، حق عملية الترانسكريبشن، عملية النسخ. طيب قلنا التاتا بوكس فين ألاقيها؟ لو جانا سؤال التاتا بوكس فين ألاقيها، إيش أجاوب؟ في البروموتر. ممتاز، في البروموتر اللي هو جزء من إيش؟ الDNA. ممتاز، جزء من الDNA. طيب بعد كده قلنا ايش هنلاقي؟ هنلاقي مين؟ الستارتنج كودون. احد يقول لي ايش هو التسلسل حق الستارتنج كودون؟ ال اي تي جي. ال اي تي جي يا دكتور. ممتاز، هذا لو كان في الدي ان اي. طب لو كان في الار ان اي؟ يو جي تي. A U، لا دقيقة، A U G، A U G. طيب قلنا هو إيش وظيفته الـ starting codon؟ هو بداية عملية النسخ، يكون في البداية. إيه طيب إيش وظيفته؟ تمام هو في البداية صح. تمام هو عبارة عن زي ما قلنا الإشارة الخضراء، فكيف نقولها؟ عبارة عن sign، علامة أو إشارة. تمام، to start ال translation أو ال transcription. وضحت معاكم؟ طيب بعد كده قلنا في الجين في له coding part اللي هي المهمة، وفي له أجزاء ما لا داعي نسميها non coding part. إيش اسمها coding part؟ الانترو يا دكتور. الكودينج اللي تعطينا بروتين. الكودينج، اكزون، اكزون، اكزون. ممتاز. طيب يا جماعة جاوبوا، الباقيين يجاوبوا في الشات عادي ما هي مشكلة. وقلنا إيش اللي ما تعطينا بروتين اللي هي non coding؟ الانترون. تمام، بعد كده خلنا التازوك جين. قلنا اللي هو عندنا اليونيك سينجل، هم عبارة عن عدة جينات بيعملوا نفس الوظيفة. قلنا لهم نقسمهم لقسمين اللي هي ايش كان اسمهم؟ جين فاميلي وسوبر جين فاميلي. الله عليك، كلاسيكال جين فاميلي. ايش الفرق بين الكلاسيكال جين فاميلي والسوبر جين فاميلي؟ شوفوا الملتي فاميلي جينز هم عبارة عن عدة جينات يعملوا نفس الوظيفة، لهم نفس الوظيفة. طيب نقسمهم لي كلاسيكال جينز، هذول يعني جينات متشابهين جدا. تمام، عندهم high degree of homology. homology قلنا يعني تجانس أو تشابه. السوبر جينز هذولي يعملوا نفس الوظيفة، لكن المستوى التجانس بينهم محدود، أقل. وضحت يا جماعة؟
طيب نيجي للجينومز. قلنا إيش يعني جينومز؟ أنا لو قلت لكم سؤال all cellular genes found in، حديكم خيارات A mitochondria B DNA C mitochondria and DNA، إيش تختاروا؟ يلا اكتبوا لي حسب سي سي آخر واحدة آخر واحدة سي سي ممتاز. الهيومن جينوم موجود في الدي ان اي والميتوكوندريا، تمام. طيب قلنا الميتوكوندريا ايش ايش كيف شكل الدي ان اي حقها؟ سيركولر اند دبل ستراندد، سيركولر اند دبل ستراندد، تمام. طيب كم جين معروف في الميتوكوندريا؟ قلنا 37 جين، اثنين منهم يعطونا التي ار ان اي، 22 منهم كودينج فور ال فين ذا كودينج عفوا اثنين منهم كودينج فور ار ار ان اي، 22 جين كودينج فور تي ار ان اي، 13 جين كودينج فور ميتوكوندريال بروتينز. طيب وقلنا الميتوكوندريال بروتينز الميتوكوندريا تستخدمها في العمليات اللي تعملها عشان تعطينا طاقة. مثال على هذه العمليات الأكسيديتيف فوسفوريليشن، هذه عملية إنه كيف تطلع طاقة من الـ ATP، هتاخدوها إن شاء الله في البايوكيمستري. وآخر حاجة قلنا الميتوكوندريا ما فيها DNA repair enzyme، يعني لو حصل damage ما بيحصل repair، repair يعني إعادة تصليح، تمام؟ طيب so حسألكم دحين كده فاهمين كل شيء إن شاء الله؟ طبعاً زي ما قلت لكم أنتوا فهمتوا المحاضرة بس ضروري ترجعوا وتفهموا أو تحفظوها، لأنه في أشياء حتجيكم نصاً زي ما هي، يعني زي كده مثلاً يجيكم the end of time. شوفوا بالنسبة okay. للأرقام عشان أكون صريحة معكم، بالنسبة للأرقام هذه زي هذه الأرقام، أنا للأمانة ما عمره مر علي سؤال فيه زي كده هذه الأشياء، فأنتوا في البداية ذكروا الأشياء المهمة، طيب خلوا طاقتكم كلها عليها وبعدين كده يعني أقروا هذه الأرقام. طيب بس يعني عشان نكون في أمان، يعني لو جاتنا نكون عارفين نفس الأرقام هذه هي في النهاية، هذه يعني أنا ما أدري إيش دخل هذا الماوس والمدرأة، وبس كده يعني أقروها في النهاية بعد ما تخلصوا الشيء المهم. طيب إذن عندنا إحنا 64 possible codon، 61 codon يعطونا amino acid coding يعني، وثلاثة ما يعطونا amino acid اللي هم stop codons. كده إن شاء الله نكون خلصنا. في أي سؤال؟ في حاجة ضايعين فيها؟ طيب إذا موجودين حسألكم، لو جيت قلت لكم دحين هعطيكم خيارات أباكم تقولوا لي صح ولا لا. لو جاء قل لكم خيار A، لو جيت قلت لكم في السؤال الميتوكوندريال دي ان اي describes، يعني الميتوكوندريال دي ان اي عبارة عن A only 37 genes، B genes necessary for mitochondrial protein synthesis، C double stranded DNA، D circular DNA، E all of above، ايش تختاروا؟ C. نعيد الخيارات only 37 genes. طيب انا هعرض لكم سلايده وانتم شوفوا هل الكلام مكتوب ولا لا. only only 37 genes اوكي موجود صح. necessary for mitochondrial protein synthesis، الجينز هذه مهمه عشان اللي هي الميتوكوندريال بروتين سينثيسيس، يعني تصنيع البروتينات حقت الميتوكوندريا.
بعد كده قلنا double stranded DNA. صحيح قلنا double stranded. قلنا ممكن يلخبطكم يجيب لكم single. إحنا اتفقنا إنها double stranded. Circular DNA معناها كل هذه مواصفات صحيحة صح ولا لا؟ هنختار all of above. طيب أوكي كده إن شاء الله نكون خلصنا الحمد لله. إذا عندكم أي سؤال أي استفسارات ممكن ترسلوها لسفيرة الدفعة أو للبنات ترسلوها لسفيرة الدفعة وإن شاء الله حاول أجاوبكم عليها. إن شاء الله أتمنى أن يوفقت في المحاضرة بإذن الله. وعلى فكرة لو عندكم أي ملاحظات أي أشياء تحبوا أحسنها أتمنى أنكم ترسلوا للسفراء ملاحظاتكم. أنا أقدر الوقت اللي تعطوني هو ثقتكم فإن شاء الله أكون قد هذه الثقة. يهمني أنكم تستفيدوا جدا. طيب يا دكتور في محاضرة ثانية حتكون؟ كيف؟ في محاضرة ثانية حتكون؟ والله هو حسب الطلب أنتوا يعني إحنا ترسل لنا المحاضرات اللي أنتوا تحتاجوا أحد يشرحها وإحنا بنختار يعني مين يشرحها. طيب الله عافية.